منظمة دولية لشباب الدبلوماسيين فرع تشاد تختار هذا المجمع التعليمي الذي يحمل اسم نيلسون مانديلا لإحياء اليوم الدولي لذكرى نيلسون مانديلا الذي يوافق 18 يوليو كل عام. هنا في ساحة المجمع حضر فعالية الاحتفال التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس للتعبير عن فخرهم بنضال هذا الزعيم الإفريقي الذي يعتبر رمزا شامخا من رموز إفريقيا وبطلا في مجال الإنسانية. وقف نيلسون مانديلا 67 عاما من حياته لخدمة الإنسانية كمحام لحقوق الإنسان وسجين ضمير وصانع سلام دولي، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا لدولة جنوب إفريقيا الحرة. وبالتالي تكرس منظمتنا منظمة الدبلوماسيين الشباب يوم مانديلا هذا العام وكل عام على مكافحة الفقر وتكريم قيادة مانديلا وتعزيز العدالة الاجتماعية للجميع. كرس مانديلا جل حياته لمكافحة العنصرية والدفاع عن حقوق الإنسان في بلاده جنوب إفريقيا، وتظل ذكراه خالدة للأجيال. وقد أجبر كورونا المنظمة الدولية لشباب الدبلوماسيين بإحياء ذكراه بهذا المشهد.